تواصل وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 60%. هذا وتستمر فعاليات المبادرة حتى نهاية شهر أغسطس، كما تستمر التخفيضات في منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبما يسهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر أغسطس. أول ما وزارة الداخلية طلبت مننا أن احنا نمد المبادرة شهر كمان، بالفعل احنا لبينا الطلب في الإطار اللي بتعمله وزارة الداخلية لضبط الأسواق وتوفير السلع علينا، ونقدر نوفر الكميات والخصومات التي تصل إلى 60%. الحمد لله كل السلع الاستراتيجية متوفرة عندنا، زيوت، سكر، مكرونات، رز، صلصات، لحوم، كل دي الاسعار موجوده بسعر افضل بكثير من بره. هي حاجه كويسه ان هو مدها لشهر 8، واحنا فرحانين ان هنا حاجه كويسه ومنظمه على طول، ودايما هم على طول في تخفيضات، ويا ريت تنها على طول دايمه وكده. بلاقي حاجتي كلها موجوده، ما بروحش هنا ولا هنا، وارخص من اللي بره. تتوفر السلع باسعار مخفضه بفروع السلاسل التجاريه المشاركه في المبادره، والتي تصل الى 1002 فرع على مستوى الجمهوريه. تتراوح نسب التخفيض من 25 الى 60%. بالإضافة إلى توفر السلع بعدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وكلها موضحة بالأسماء والعناوين على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت للتيسير على المواطنين في الوصول إليها والاستفادة من فارق الأسعار. احنا بنتعاون مع وزارة الداخلية ان احنا نوصل السعر الحقيقي للمستهلك بدون غلاء غير مبرر لحالات الوسيطة العالية. مدينا المبادرة لآخر شهر 8 إن شاء الله، وعلى استعداد التكمله معاهم، لان احنا بادئين من بدايه المبادره، واحنا في انطلاقه من انطلاقه المبادره واحنا موجودين معاهم. عندنا عروض كامله جدا على السلع الاستراتيجيه، مع العلم ان مثلا ان في ازمه عالميه، لكن الحمد لله في دعم من وزاره الداخليه معانا. الحمد لله الاسعار كويسه ومتوفره، والحاجه كويسه جدا، واحنا دايما بنيجي الاماكن ديت لان فيها فرق كبير بيننا وبينها وبين الاسعار بره. والله المبادره انا شايف فيها حاجه كويسه جدا، الاسعار مناسبه وبتغطي السوق اللي بره، مخليه الاسعار، حاسس ان الاسعار احسن من السوق اللي بره بكتير. مصر الكبيره في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكايه. منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية تواصل بدورها توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية حتى نهاية العام الحالي، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 1026 منفذا، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 22 التي أطلقتها وزارة الداخلية في ظل متغيرات دولية وإقليمية انعكست على الحالة الاقتصادية وأسعار السلع والخدمات المختلفة، أسهمت في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة وبسلع تتسم بجودة عالية. توفر مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60% في أفرع السلاسل التجارية المشاركة بها وكافة المنافذ المشاركة في هذه المبادرة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.